درجتك تخلك بنتعاون مع شركائنا زي كوكاكولا ومصر الخير، بنعمل اونلاين وبندي الدرجات طبقا للمسابقات وبندرب الشباب ونحط كمان منتج فيه ان هو يعمل ديليفري بالدراجه. احنا دي الدفعه الثانيه 400 دراجه، قبل كده 500 دراجه، هنصل الى 30,000 دراجه ان شاء الله مع انبثاق مجموعه ثانيه من المشاريع. لكن احنا مهتمين يعني بالاقتصاد الاخضر، المشروعات صديقه البيئه، لكن في نفس الوقت هي يعني ذات دخل، حتى لو مشروع صغير يكبر. واحنا عارفين الشباب المصري دايما طموحه ما بيقفش عند حد معين وده مطلوب. الدكتور اشرف صبحي دايما بيسعى لتوفير فرص عمل ملائمه ومتنوعه لشباب مصر. تم تسليم عدد 500 دراجه في شهر رمضان في استاد القاهره. النهارده المرحله الثانيه معالي الوزير بيسلم 400 دراجه، ان شاء الله خلال الشهر الجاي هيسلم عدد ايضا 400 دراجه للشباب. الدراجة بتقدم للشباب مجانا من وزارة الشباب بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وشركة كوكاكولا مصر. بتساعد الشباب على توفير فرص عمل. احنا من خلال كوزارة الشباب دربنا الشباب ازاي يدير مشروع، ازاي يسوق مشروعه، وتم التدريب في مراكز الشباب على إدارة المشروع. عرفت المبادرة طبعا متابع جيد لوزارة الشباب، بتقدموا الخدمات اللي هي بتقدموا لينا. المبادرة طبعا عرفتها من على الوزارة الويب سايت، قدمت. طبعا هو مشروع مربح جدا ومفيد جدا للناس اللي ما لقتش فرص عمل في المجتمع قدرت توفر لها حاجة بسيطة تقدر تدخلك، الوزارة تقدر تساعدك اللي هي تقدر تدخلك دخل كويس. المبادرة كويسة جدا، يعني مبادرة كويسة لكل الشباب، طبعا هتساعد شباب كتير جدا. يعني أنا بشوف شباب بتوصل أوردرات على رجليها وأوردرات مواصلات، فطبعا مبادرة مصر الخير هتساعد كل الشباب ومربحة جدا للشباب طبعا. وطبعا شكر كبير لوزارة الشباب والرياضة ومؤسسة مصر الخير وكوكاكولا، وإن شاء الله يكون مشروع كويس جدا لكل الشباب بإذن الله. يعني حقيقة المبادرة جميلة جدا جدا جدا، بتتيح فرصة عمل كبيرة جدا للشباب. يعني أنا مبسوط جدا إن أنا أحد المستفيدين من المبادرة ديك في أول مرحلة ليها. حقيقة هي أتاحت للشباب فرصة عمل كتير جدا 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 في مجال توصيل الطلبات والعمل الحر. حاليا أنا استلمت العجلة، فإن شاء الله هبتدي مشروع، ابتدي ازود دخلي من بعد شغلي، ممكن اشتغل مثلا طلبات ديليفري. فان شاء الله دي مبادره جميله جدا من وزاره الشباب والرياضه. فكره حلوه كويسه جدا، خصوصا ان في ناس كتيره ممكن تكون محتاجه حاجه زي دي، ان هي تستعملها في انها تزود بيها دخلها، اذا كان ديليفري او هتوصل بيها حاجه.